وللمزيد معنا عبر الهاتف السيدة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى. أهلا بك سيدة دلال. هي علاقات ودية على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي أيضا، كيف تنظرين إلى هذه العلاقات وإلى تطورها خاصة على مستوى المجالس التشريعية في البلدين الشقيقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية نهني ونبارك في هذا اليوم لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وللحكومة شعب الكويت العزيز على كل قلب بحريني. طبعا كل ما نحمله بداية من مشاعر حقيقية انبثقت من حرص قيادتي البلد، وهذا ما نستهدي فيه من مشاعر ومواقف راسخة من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الله يحفظه. التلاحم والترابط الشعبي هذه انزرع فينا أيضا من الأجداد والآباء ومتوارث إن شاء الله مع الأجيال. قوامة طبعا منبثق بالفطرة، يعني علاقتنا كشعبين ذات طبيعة خاصة ممتدة ومتجذرة بحكم التاريخ، المصالح المشتركة، عاداتنا وتقاليدنا. فأصبحت يعني التشارك كشعبين نشاركهم ويشاركونا في أفراحنا وفي الرخاء أيضا وفي المواقف الصعبة. يعني ما شاء الله اليوم إحنا نشهد ونتابع التفاعل الشعبي بصوره وأشكاله المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى الفعاليات سووها عن بعد فقط للتعبير والمشاركة. تلمسنا فيها حقيقة رفع المشاعر الوطنية، تقوية هذه الروابط الخليجية. احنا نتمنى دوم ان شاء الله يكون كما هو المستوى على المستوى الرسمي والحكومي هذه المشاعر متينة ووطيدة، ايضا يضاهيها في ذات المستوى هو التلاحم والأواصر الشعبية. ونسأل الله عز وجل ان يديم دوم وينعم على الكويت الحبيبة بالفرح والاستقرار والازدهار. مجالات تعاملنا طبعا مع الكويت واسعة ومتعددة على المستوى السياسي والاجتماعي والتشريعي والاقتصادي والاستثماري، كل ما من شأنه يعمق ويؤصل ويرفع المستوى العلاقة ما بين الدولتين. نعم السيدة دلالة زايد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.